هذا وتواصل المملكة العربية السعودية استقبال حجاج بيت الله الحرام الذين من المتوقع أن تصل أعدادهم إلى أكثر من 1.5 مليون حاج لأداء مناسك الحج لهذه السنة. وقد أظهرت إحصائية صدرت حديثا أن المملكة العربية السعودية تشرفت بخدمة أكثر من 95 مليون حاج وحاجة خلال 50 سنة الماضية. تستعد مكة المكرمة لاستقبال أكثر من 1.5 مليون حاج غالبيتهم من خارج المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. وبدورها أوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج الذين تشرفت المملكة بخدمتهم خلال 50 عاما الماضية بلغ أكثر من 95 مليون حاج. ووفقا للإحصائية فقد بلغ أعداد الحجاج خلال 25 عاما الماضية أكثر من 45 مليون حاج، كما بلغ أعدادهم خلال 10 السنوات الماضية قرابة 24 مليون حاج. وتعد مهمة حصر أعداد الحجاج في كل عام من أبرز المهام التي تتشرف بها الهيئة العامة للإحصاء، حيث أوكلت مهمة عد وحصر حجاج بيت الله الحرام للهيئة العامة للإحصاء في عام 1390 هجرية، حينما كانت تعمل بمسمى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة تساعد كافة أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن. ويهدف برنامج إحصاءات الحج إلى استكمال جميع برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، والتي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفيرها لحجاج بيت الله الحرام، سواء كانت خدمات اجتماعية أو صحية أو أمنية أو غذائية أو خدمات المواصلات. هذا وستقوم الهيئة بإصدار الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج مساء يوم 9 ذي الحجة. هذا وتتبنى المملكة العربية السعودية خططا طموحة لتوسعة الحرم ليستقبل في العام 30 مليون زائر، ليستوعب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين والمصلين.